30 مشتركا من الأطفال واليافعين والشباب من كلا الجنسين وضعوا لوحاتهم الفنية تحت قلم اللجنة في مسابقة الرسم التي أقامها مركز المنار بالتعاون مع فريق ازرع لوطن أجمل بمناسبة العام الجديد لاختيار أفضل رسمة. يقيم مركز منار للفنون وبالتعاون مع فريق ازرع لوطن أجمل مسابقة أفضل وأجمل لوحة في محافظة ذي قار. هكذا مسابقات دائما هي المسابقة تختص اليافعين والشباب وأيضا الأطفال. هكذا مسابقات دائما تشجع على أنه الفن يبقى يستمر خاصة في المحافظة في مدينة الناصرية. احنا كفريق ازرع لوطن أجمل دائما نشجع من خلال البازارات ومن خلال أيضا المهرجانات اللي نعمل بها تسليط الضوء على الفنانين. اسمي لجين أمجد حسين ياسين، شاركت اليوم بسابقة من رسم بالبيت الفطر. شاركت بلوحة رسم مركز المنار. طبعا مركز المنار بدورات تقوية من رسم وعزف وتخطيط وخط وكل شيء موجود بيها وجميع الألوان وكل أشياء متوفرة بيها. طبعا إن شاء الله تنال إعجابكم واللوحات الموجودة إن شاء الله تنعرض لكم وتشوفون اللوحات الجميلة وتقيمونها. نقابة الفنانين شجعت إقامة مثل هكذا مسابقات ولمثل هذه الأعمار لغرض اكتشاف مواهبهم وتثمينها وتنميتها من خلال ورش وندوات ومسابقات مكثفة للوصول بهم إلى أفضل مراحل الفن. خطوة رائعة، مدينة الناصرية بحاجة لهكذا تحريك للواقع الفني والثقافي في المحافظة، وبالتالي خلق هكذا طاقات شابة، وهذه الطاقات هي براعم المجتمع وتكون بالتالي هم جيل المستقبل، والهدف السامي والنبيل من هذا هو ترسيخ الواقع الفني والثقافي في المحافظة. اليوم شاركت في هذه المسابقة حتى أقدم عزف على آلة الكمان، وما صار لي تقريبا من بداية مجال العزف تقريبا شهرين أو أكثر، وجاي أطور من نفسي وأشارك بهواي مهرجانات حتى أحقق هدفي وأطور من مجال عزفي حتى أوصل لمجال أوسع. هذا وبدأ العديد من الفنانين بالمحافظة مراحل بناء وتنمية المواهب الإبداعية وجعلها في مقدمة الفن الحديث لأخذ أدوارهم الحقيقية. لبرنامج يوم جديد على الهادي، ذي قار.